في الجولة الثانية من المحترف الأول موبيليس، أن تمكن الوافد الجديد لرابطة المحترفة لكرة القدم ترجي مستغانم من تحقيق أول انتصار هذا الموسم أمام منافسيه مولودية وهران في إطار مواجهة الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي احتضنها ملعب محمد بن سعيد من دون جمهور، وانتهت بفوزية الترجي على الحمراوة في درب الغرب بثنائية لهدف واحد. التغطية لمخلوف شريف. كان تحسن يعني في المردود، ظن باللي تلك الهدف الاول اللي جانا يعني في الدقائق الاولى اللي عطانا دفع معنوي كبير، ونقول باللاعبين تحرش شويه واستطعنا باش نسجلوا الهدف الثاني اللي كان الهدف اللي سمح لنا اللي منحنا الفوز، والفوز معنوي كبير كبير جدا. ولكن علينا يعني ما نقولش بلي العمل البسيكولوجي، العمل المعنوي تاع اللاعبين تاعنا، لانه تنقص الخبره شويه تاع اللاعبين تاعنا في القسم الاول هذا. كما يقول لك احنا ثاني ما كما يقول لك ما طلقناش روحنا، زيرنا روحنا تدقيقه تاليه، كنا رجال يد واحده، هذا هو الجروب. نشكر كاع اللاعبين خاصه اللاعبين اللي قاموا بالمجهود تاعهم، والحمد لله وان شاء الله تبوشينا المقابله ثانيه باذن الله خارج الديار.